ولا وشو ولا اي شيء اي شيء. اما الان اما الان مع المتسابق عشوائيه مخلد الغامدي عطوا صفقه حفزوه جاي تهاوش انت عليكم السلام السلام عليكم مرحبا عرفنا على اسمك وعطنا ما عندك عليكم السلام هيبة اللجنة ترى هيبة اللجنة اخوكم جنتل مشارك في برنامج مشارك في برنامج مخلد الغامدي بدون استهتار يا مخلد اسمعني بدون استهتار جاي اشارك في برنامج الفوز عشان الرزع هذا شيء انا تبونه شيء ولا خليه اسلم 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 لا عاد تكمل لا عاد تكمل لا عاد تكمل لا عاد تكمل لا لا خله دقيقه باقي كلمات نعطيه فرصه نعطيه فرصه روح والله يسلمني الله يسلمك طيب اول شيء انت استخدمت اسلوب الفكاهه لتغطيه يعني او انك تبحث عن الكوميديا على ما يقولون وهذه سلبيه عليك وعلى شخصك الكريم صاحب دنك انت اسم لامع في البرنامج تمنيت كنت اختار اقول مخلد من البدايه اقول مخلد لاني اثق باللي تقدمه ولكن صدمتني بالشيء اللي جيت فيه وهذا شيء يعني يعكس استهتارك عدم احترامك للفقره فاتمنى اتمنى انك تاخذ الموضوع بجديه وتحترم الفقره وتحترم الرجال اللي قدامك بعدم الاستهتار هذه نقطه النقطه الثانيه هذه كلها من ناحية نقطه من ناحيه المشيه كانت سيئه جدا اوكي كان فيها على قولة أخوي رشيد كأنك داخل تتهاوش مع أحد ما كان فيها أي رزانة ما كان فيها أي توافق في 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 المشية الهندام كان فيه يعني ما كشد دق العصبة منفذ كمومك وتقوم تصرخ ذبيحة ما 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 تبجي في رزة أسلوب التحدث كان فيه استهتار ما كان فيه أي احترام فهذا ينعكس على شخصيتك ولا يضرنا ولا ما يضرنا بشيء ينعكس عليك هذا اللي عندي والباقي عند اخوي رشيد اسلم يا عندي مداخله لو سمحت يخلص رشيد بعدين طيب لا برد على كلامك بعدين عشان اسلم عشان ما لخبط اسلم اول شيء يا صاحب دنك احنا بغينا نخرج عن شيء عن المالوف واول ما طلعت فيك لانك تضحك ما ادري ايش يضحك يعني تضحك على ايش يعني انت اسمع انت قدوه خلاص في عالم الرزه وكذا هذا ما يختلف عليك اخر شيء تجي تضحك ما يختلف عليك كذا انت تستهتر فيني كم تسابق انت ما اقتديت فيني انا جاي اشارك في برنامج الفوز عشان الرزه اخر شيء تهتزي اول شيء اوكي انا اشكرك على اعتراف صاحب دانك نسمع من رشيد باني قدوه ولكن ما اقتديت فيني الله يعطيك العافيه قدوه لن يقتدى بها الله يعطيك العافيه فانا اشوف مكان مخلد ما هو عندنا هنا شوف مخلد شوف له مكان فزعات او يشوف له مكان غير الرزه اخو ساره لكن ان شاء الله عاد بتواصل معك ابشر بسعدك اعطيه العافيه والله كان رزه ورزيه ما شاء الله تبارك الرحمن صاحب درب الله يعافيك مع السلامه عليكم مع السلامه عليكم الله يعطيك العافيه شرفنا فيك شرفنا فيك هذا لازم نضبط معه خلاص يا ابو تبغون شيء؟ الله يحفظك مع السلامة عليكم طول عمرك سلمنا على الربع يرحم والديك ايش جاب عندنا؟ هذا انت متسابقين رجاء اعطوه اختاروا المتسابقين يعني جايب لي مصارع انت ما جبت لي متسابق الله يجزاك بالخير انا تحسبت على الكلام اللي قلت اما الان الوقت